شو بدك يعني ساوي لكان؟ ضل واقف على طول؟ ايه قوم قوم بسرعة، في طلب بدك توديه، مو وقت ترخي بدان. لمين الطلب؟ للأستاذ رشاد مدير التصنيف. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما لقيت غيري تبعته لعند مدير التصنيف؟ ليش شو فيها؟ رح ياكلك؟ مو قصة ياكلني يا أبو فتحي، بس أنا ما بحب فوت على مكاتب الموظفين الكبار يا أخي، هيك طبعي. لك بتلبك يا أخي مو بإيدي. بعدين هذا مدير التصنيف بالذات منزع شوي وآكل كم بحاله وشايف حاله كتير، وأنا لما خلصنا أبو سلام، خلصنا بقى. طلب بدك توديه شو رح تناسبه أنت؟ وديله فنجان قهوة وصلى الله وبارك. صباح الخير يا سيدنا. صباح النور. ليش هيك تأخرتوا بالقهوة مثل العادة؟ ما بتبطلوها العادة؟ سيدنا القهوة كانت على النار وعلى مين ما تهدت. قصدي على مين ما استويت. قصدي على مين ما النار. خلاص خلاص ما داعي، حط القهوة وروح، حطها من ايدك. حاضر سيدنا حاضر. ولك شبه العمى ضربك، شو صاير لك؟ ليش هيك تلقت القهوة على الصحن؟ سيدنا صدقني مو ذنبي انا، بقصدك الفنجان كان مليان على الاخر، والانسان لما الفنجان لما الانسان. ولك انتو هيك دائما، كل واحد بيرمي الحمل على غيره، ايمتى بدنا نصير بني ادمين ما بعرف. والقهوه بارده كمان، ولك يا عالم اشتهي شي مره يوصل لعندي فنجان قهوه سخن، كثير صعبه هالقصه. بتحبوا غيركم الفنجان سيدنا؟ لا خلاص لا تغير شي، انتزع مرايي كله، انقلع من خلقتي يلا. لكن انقلعوا بلا تلبسي. شو؟ لسه واقف خلقتي مثل مسطول؟ يلا انقلع. ايه حاضر سيدنا حاضر حاضر. العمى شو البني ادم هاد؟ شو بقى؟ العمى ضربك، مالك شايف؟ شوف يا رشاد، انا ما بحب احكي كثير، كلمه ولا تغطاها. انت لازم تفهم شغله مهمه كثير، وهي اني بني ادم مثلي مثلك، وانا ما بسمح لك ابدا انك توجه لي اي اهانه مهما كان وضعك. فهمت ولا ما فهمت؟ بعدين تعال قلها، واذا يعني انكبت القهوه على الصحن؟ ها؟ واذا؟ اي واحد ممكن ينكب معه فنجان القهوه، مو بس انا، شغله عاديه كثير وبتصير مع مين مكان، وبجوز تكون صايره معك انت بالبيت، انت بالذات. هلا بشرفك، لما مرتك بينكب معها فنجان القهوه بتسترجي تفتح تمك وتحكي؟ ها؟ أكيد لا. ليش؟ لأنك جبان جبان، مو بس جبان، جبان ورعدي وخويف. لك مين مفكر حالك أنت؟ مين؟ لك رد لما بحكي معك، رد ولا تبحلق فيني مثل الصنم. مين مفكر حالك أنت؟ ها؟ مدير التصنيف؟ دخيلك خوفتني، أشي بيهوي منك ومن شغلك. ولك بس بدي أفهم، أنت شو بتصنف؟ لك شو بتصنف انت؟ بحطك بزمتي انك ما بتعرف تصنف شيء، وما لك علاقة بشيء اسمه تصنيف على الاطلاق. صنفك وحدة تسهل امرك، روح روح انقلع من خليتي يلا. امان وانت شبك؟ ليش صوتك طالع؟ ما في شيء، كنت عم وحد ربي. شو خير يا طير؟ لمن رايحة؟ رايحة زيارة. ولوين هالزيارة بقى؟ ليه؟ ضروري تعرف يعني؟ شو؟ قال ضروري اعرف. يعني ما بدي اعرف مرتي لوين رايحة؟ رايحة لعند ام روعة، انبسطت هلا؟ ام روعة؟ ايه بس على ما اذكر نحن اتفقنا انك تقطعي علاقتك مع ام روعة.
نحن ما اتفقنا، انت اللي طلبت مني اني بطل روح لعند هي المخلوقة بدون ما افهم شو السبب. السبب بكل بساطة انه لا طينتنا من طينتهم ولا عجينتنا من عجينتهم، نحن وين وهنن وين؟ اكابر كتير يا عمي ونحن اصاغر. ايه وشو يعني؟ يعني ما في داعي لا لأم روعة ولا لأم ضبعة، بقى عادي بالبيت ونضبي واشتغلي لك شي شغلة تنفعك. بس انا وعدتها والمخلوقة هلا بتكون عم تنتظرني، اي ما حلوة طنشها. لا تطنشيها، اعتذري منها على التليفون. شو؟ لا والله ماني معتذرة منها. ايه وشو المعنى؟ مبينة، يعني بدي روح. ايه بس انا قلت ما في روحة. وانا قلت بدي روح. يعني بدك تكسر كلمتي؟ اكسر كلمتها؟ يلوها الوها، ليش انت لك كلمة بالاول؟ حال والله هذا اللي كان ناقص، مو خاطرك. العمى، العمى بقلبها، راحت، كسرت كلمتي وراحت. بسيطة، أنا بفرجيكي، إذا ما مسحت فيك الأرض ما بكون أبو سلام. اعملي وكتري لقلك. اسمعيني، من هلأ ورايح كلمتي هي اللي لازم تمشي بهالبيت، فهماني ولا لا؟ ويكون بعلمك إنه أنا رجال البيت مو أنتي. يعني إذا كنت ما بجيب أولاد بتحطيني على الرف وبتاخدي محلي وبتتمتمتي على كيفك؟ إيه خسئتي، خسئتي يا امرأة، والله لأضربنك ضرب الحمير والبقر، والله. بعدين تعال أقلك، في كتير رجال ما بيجيبوا أولاد، مو بس أنا، ومع هالشي بضل اسمهم رجال، وأنا ما بسمح لك أبداً تطاولي علي وتتجاوزي حدودك. وإذا ما عجبك هالحكي، يلا يلا أوام، يلا ضبي غراضك بسرعة وانقلي من وشي على بيت أهلك، الباب بيفوت جمل. ويكون بمعلومك إنه أنا لما بقول ما في روحة على بيت أم روعة يعني ما في روحة. أص ولا حرف، أص، ارخي نظرك، لا تردي بتمي كلامها، يعني فاهمك ها؟ حتى النقاش ممنوع. ليش فنجرتي عيونك؟ ارخيهم من الأرض. إيه نعم ممنوع تناقشيني أنتِ، لأنه المرأة الصالحة لازم تطيع جوزها ومتم ساكت وتمشي قدامه مثل الغنمة وتطلب رضاه بعد رضا ربها، مو مثلك؟ كل شغلة بدك تاخدي وتعطي فيها يومين زمان، وهي بدي وهي ما بدي، وترفعي اصبعتك المكسورة بوجهي وتهدديني، تضربي بها الراس اللي ناتعتيه. اسمعي لي، انا راح اعتبر هذا اخر تنبيه لك، بعدين ذنبك على جنبك، وقد اعذر من انزل قسما عظما، اذا بتقولي لا مرة ثانية لحتى ايمها الكف واسلخك على خلقتك ورلك سنانك، فهماني ولا لا؟ يلا يلا نقلعي من خلقتي هلا وغيري لي هالروب المشرشح اللي لابستيه. يلا ها هلا ابو سلام، جيت بوقتك، خذ الطلب بسرعة على مكتب مدير العام. قولي المدير مين؟ المدير العام، شو ما سمعه؟ بس انا يا ابو فتحي قلت لك هلا لا تتمكمك، خود الطلب بسرعه وخلصني، الزلمه عم بيستنى. لا 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 ما بقدر، دخيلك يا ابو فتحي، بتلبك انا عند المدير العام، قسما بالله بتلبك، ما بقدر يا اخي ما بقدر. لك يا ابو سلام الزلمه عنده ديون. ما بقدر، بتلبك ما بقدر، اعفيني مشان الله يا ابو فتحي، ما بقدر، لا تقصدني، ما بقدر، مو بيدي يا ابو فتحي، ما بقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر. لك يا ابو سلام، ابو سلام شو صار له الزلمه؟ انت اخي مش معلم، فوت لجوا الامير، فوت. ها هلا ابو سلام، جيت بوقتك، خذ الطلب بسرعه على مكتب مدير العام. قولي المدير مين؟ المدير العام، شو ما سمعه؟ بس انا يا ابو فتحي قلت لك هلا لا تتمكمك، خذ الطلب بسرعه وخلصني، الزلمه عم بيستنى. لا 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 ما بقدر، دخيلك يا ابو فتحي، بتلبك انا عند المدير العام، قسما بالله بتلبك، ما بقدر يا اخي ما بقدر. لك يا ابو سلام الزلمه عنده ديون. ما بقدر، بتلبك ما بقدر، اعفيني مشان الله يا ابو فتحي، ما بقدر، لا تقصدني، ما بقدر، مو بيدي يا ابو فتحي، ما بقدر ما بقدر ما بقدر ما بقدر. لك يا ابو سلام، ابو سلام يا عم شو صار له الزلمه؟ انت اخي مش معلم، فوت لجوا الامير، فوت. لك بتلبك بتلبك، مو بايدي، ما بقدر فوت لعند المدير العام، ما بقدر. لك شو وين عيونك؟ مالك تاسس؟ بلا بس كنت انا في خرمتك الحمار، اذا بده يقطع الطريق بيطلع حواليه ما بيقطع دغري، ولك روح بس انا وخلعك بوكس يضربك بلا روح روح. انا حمار، انا حمار، طيب
أنا بفرجيك. أنا آسف يا سيدي، آسف دخيلك، لا تأخذني. وأنتو كمان لا تأخذوني، لأنه هدول ما منحسن ناخد راحتنا معهم، ما بيتغمق معهم أكتر من هيك.